نسب النبي صلى الله عليه وسلم الشريف هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. روى هذا القدر من نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وهذا القدر من نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم مجمع عليه ولا خلاف فيه البتة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع.